يا اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. الجوله الاولى حتبدا الان. خليني بس اشرح لكم على السريع قبل ما نبدا مع عبد الله. عندنا قيم ماديه على العجله، جوائز كثيره جدا ان شاء الله تقدروا تكسبوها خلال الجولات. حنبدا بالدخيل العود 1000 ريال قسيم شرائيه، حاولوا تبعدوا عن افلاس وراحت عليك عشان ما يروح عليكم الدور او ما تفلسوا ان شاء الله الرصيد حقكم في الجوله. تمام عبد الله، البدايه معاك، ركز وموفق ان شاء الله. فئه الحدث هي فئه هذه الجوله. تيماء افتح الشاشه، يلا بعد تفضل. اول 250 ريال في حلقه اليوم حرف اللام. حرف اللام، وعندنا اثنين من حرف اللام. افضل اشتري حرف. يلا حرف الالف. 5000. مية وخمسين. حرف التاء. حرف التاء، وعندنا واحدة حبة تاء. حلو البداية عبد الله، حلو البداية، شاد حيلك. ميتين. حرف الميم. حرف الميم، وعندنا اثنين من حرف الميم. أبي أشتري حرف. تبغى تشتري حرف اللي هو حرف الياء. حرف الياء، وعندنا اثنين من حرف الياء. هذا آخر بقوة انت عبد الله. مية. حرف السين. حرف السين، وعندنا واحد من حرف السين. ميتين وخمسين. حرف الراء. حرف الراء، واثنين من حرف الراء. شكلك عارفها عبد الله. اي ممكن احل. اي تقدر تجاوب طبعا. مهرجان القاهره السينمائي. مهرجان القاهره السينمائي، اجابه صحيحه. ما خليت فرصه اللي ما سمعنا صوت محمد وياس في الجوله. ما لحقتش، انا لسه ما جيتش لسه ما جو حتى يعني. يلا اوكي ما في مشكله. 1150، الف مبروك يا عبد الله، جولتك الاولى 10 على 10، والرصيد الكلي عند المشتركين. ايناس لسه ما جاه الدور حتى، 500 عند محمد، 2150 عند عبد الله في الصداره.